كتشارج الاولى دابا غادي نتشارج باش تخدم دابا صافي انا وحلت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا اهلا وسهلا بمتتبعي قناه محي الدين تي في. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على لعبه جديده, لعبه ليمبو ديمو. هذه اللعبه لعبه مغامرات, لعبه ذكاء, فيها فخاخ, فيها عناكب, فيها وحوش والى غير ذلك. ما نطولش عليكم, بداو اللعبه على بركه الله. كيبان لكم شي واحد مع السما, هذاك هو الشخصيه اللي كتلعبوا بها. هو دابا غير نوض. شنو غنديرو دابا؟ غنمشيو جرافيكس الصوت نمشيو باش كنقزو هاهاك هنا نقزو متنا مازال ما عارف اللعبة. تنقزو في هادي ما كتهبطوش في هادي الحفرة هنا خصكم تنقزو كاين الشوك خصني نطلع من فوق. غتبقاو واطين في الشاشة, غتبقاو واطين وغتجرو اللور من بعد غتطلعو فوقو غتنقزو. ما عرفتش كيفاش ندير نهبط في هادي. نبي تكون تقع وغترجعو غتطلعو غتنقزو هنا غتبقاو هابطينها بشوية من التحكم. غتبقاو واطين عليها مهبطينها لتحت غادي يبقى يهبط بشوية. من بعد غتهبطو هنا غادي تنقزو مطيحش بلام ما كاين باطو كنتوقع وقيلا غادي نطلعو فوقو. نطلعو فوقو باش ندوزو للجهة الأخرى. اللعبة الصراحة زوينة, جرافيكس شوية اللي عيان, المهم الجرافيكس ملي كيكون عيان كيعطيك حماس أنك تلعب اللعبة. متخرجوش من المدالة, سيقرب حدا هاد الجزيرة هي. ما نقدر هاد الناس كيف عندنا نتوقع وقيلا غادي نجيبو الباطو بنطاف ونجروه. اخذت الدم ديالي غادي نجيبو هنا غادي نطلعو هنا وقيلا غادي نطلعو فوق تزربت طلع شوية. نبقاو طالعين هنا غادي تنقزو الفوق باش تشد الجرف.
الصوت ديال الصراصير. هنا كاين فخ، هما دوك اسنان ديالو. خصنا نقزو، خصنا نرجعو اللور. هادي الجريف، اوه خاب الدم ديالو. غادي نجيو غادي نطاو غادي نجرو اللور باش نبعدوه بين نقزو نطيحو في وسط هكا. نرجعو شويه اللور بحال هكا حنا دزناه. كاين فيخ اخرين لي مكتشوفهمش نتايا حتى كتسالك راه تنقز هكا طالع. غتحطو القلعة نحطوه هنا تحتها غادي نطلع غادي نجي نجري غنقز باش هي تهبط وغادي تقطع هاديك. غادي نطلع تخرى كتنتقلها كتنتقلها ميمكنليش نطلع ليها نكمل بحال هكا نشوف شنو يخرج لنا دابا. ان شاء الله ما يخرج والو. ها حاجه ما عرفتش هاد الطيح عليا فخ. نفس بسرعة نتوقع عقلا غير نطلع في هذاك الشجر خصني نجرب باش نطيحو الخشبة لي فوق الشجرة ونقطعو الجافة. إن زحلو هكا باش تشدو مزيان. هنا دوز الجهة أخرى دوز هادي نقز خطأت خطأ فادح. خاصنا نركز خاصكم التركيز في اللعبة بعد شي مراحل خاصك تركز بزاف. إلا خطأتي قد تعاود من الأول. نقز 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 هنا عاود بعدو شوية عاد نقز متنقزوش من قريب تجيو تجري وعاد ندفعو هاد وبعد هكا. دابا غنمشيو غنلقاو هاد الشجرة غادي ندفعوها باش تدخل في السما غادي نطلعو فيها. دفعوها مزيان باش تشوفو ليكم تقرب. كنتوقع كيقولو شي عنكبوت كاينة في اللعبة هادشي علاش جربت اللعبة على حساب هاديك العنكبوت كيقولو كاينة شي عنكبوت أنا بغيت نجربها باش نشوف واش كاينة شي عنكبوت واش كاينة هاديك العنكبوت بصح ولا غي خرافات. أوه بصح شنو هادشي عنكبوت بصح ملي كتقرب وحدانا كتبقى تضرب فيكم. أوه ما كذبوش الناس. دابا نشوف شي طريقه باش نجبد هذاك.
صعيبه باش تلقى الدنيا. تقو تقرب وحدها هي تقدر فلان تقدر تقزع تقزع الشجره وطيح هذا كنتوقع وقت مازال ما طاح وقرب قربته نقرب حدا خلي حتى تبغي تضربني وان بعد اوطا كنت غادي نجرها نجرو باش هي تضرب كاين نقص كاين جن الجافة بعدا كيبقى تما غادي نقرب انا حداها هنا باش هي غادي غادي نتبعو هي تقرب غادي تضرب فيه غادي غادي تسد عليها يقطع عليها رجلها نزيد نرجع شوية هاي تسير بالليلة تجد برجة الثانية هاي تعرف برجة الثانية غدرتني فادي غدرتني فادي بغى نعاود من الأول خاصكم تركزوا كيما قلت لكم تقدروا تعاودوا على الفيديو من الأول كون تركزوا مزيان باش تحددوا رجليها تاني تقربوا حتى لحدها تجري تضرب ترجع شوي هاي تعرف يا رجل هاد جوج كي غدر هاد جوج رجلين الاخرين كي غدروا زقلتها نرجع حنا إذا رجعت نهرب هنا طارت الرجل هادي كت خصكم تبعدو تخلي تقف قرب داها هاي مشات الرجل دبا تهرب هاي طلعت في الشجرة نهرب نشد من الطرق ديالي نمشي كم طريق دا وشم تخليك تبقى نمشي شدنا انا كابو الجاس ايه اللي شدنا باش تكشنا دا صاف انا وحلت كتلتنا صافي هذه هي نهاية الفيديو ما تنساوش تضغطوا زر لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.